الله السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجر مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. جزيل لك أذكر أنك فائز بالجائزة الرتبة الأولى عن صنف فئة الصغار. وغادي نجي على السيد نائب رئيس السن حسين البلاج، تفضل معنا. وكذلك ممثل الجمعية سرخان الغياتي. نعيطوا على الأم ديال عبد الإله الهلالي لالا نعيمة، أجي تحكي بنا الله يخليك. السلام عليكم. نسيبة بوسعيد نائبة رئيس مجلس الجماعي الأيتام اللول المكلفة بالقطاع الاجتماعي والرياضي والثقافي. اليوم حنا في الحفل الختامي ديال مسابقة جويد القرآن الكريم لمدينة أيتام اللول، اللي هي عادة حميدة في هذه المدينة الحمد لله، واللي هي مسابقة كتحبها ساكنة مدينة أيتام اللول، وكيكون عليها واحد الإقبال اللي هو كبير بزاف. الجديد في هذه النسخة الخامسة من المسابقة هي أننا أمبليكينا معنا الجمعيات، المجتمع المدني كله كان حاضر، وهما اللي تكلفوا بالمرحلة الأولى من المسابقة، هما اللي داروا الإقصائيات الأولى، هما اللي تكلفوا بالتسجيلات ديال الفئات بثلاثة اللي هما فئة البراعين، فئة الصغار وفئة الكبار. من بعد كان الطور الثاني اللي كانت فيه لجنة التحكيم من المجلس العلمي الإنزكان في أربعة ديال المراكز، باش حاولنا أننا نديروا تغطية شاملة لزون ديال أيتام اللول كاملين. وكان نهائي في المركز الثقافي اللي تتوجوا فيه الفائزين، فثلاثة ديال الفائزين عن كل فئة إناث وذكور. واليوم حنا كنحتفلوا بهذا المتواجدين في الحفل الختامي بواحد السهرة روحانية باش يتسلموا الجوائز ديالهم، يفرحوا معنا حنا كمجلس مع عائلتهم إلى آخره. دونك شكرا لكم، شكرا بزاف. عماد قحمو مدير المركز الثقافي لأيتام اللول. اليوم نحن بصدد يعني الحفل النهائي لتتويج الفائزين بجائزة أيتام اللول لتجويد القرآن الكريم اللي كينظمها كل من المجلس الجماعي لأيتام اللول والمركز الثقافي لأيتام اللول في دورتها الخامسة. هذا يأتي طبعا يعني ضمن الأنشطة الثقافية والفنية والبرنامج الثقافي والفني اللي كيقدمه المركز الثقافي لأيتام اللول، خاصة في هذا الشهر الكريم اللي خليناه تحت عنوان ليالي رمضان، واللي كان كيشمل واحد المجموعة ديال الأنشطة متنوعة كما جرت العادة دائما بالمركز. احتضن المركز الثقافي مجموعة من العروض المسرحية، كان آخرها العرض المتميز لفرقة مسرح تنسيفت اللي كان تحت عنوان السكن، بالإضافة كذلك عرض مسرحي آخر اللي كان يعني اللي تابعوا الجمهور ديال المدينة، إضافة إلى الاحتفاء باليوم الوطني للمعاق واللي كانوا عبروا فيه المعاقين إنه ذوي الاحتياجات الخاصة على الإبداعات ديالهم. كانت سهرة فنية متنوعة، بالإضافة لمعرض الفنون التشكيلية كذلك اللي كان خاص بهذه الفئة هذه من ذوي الهمم. بالتالي كان عندنا كذلك يعني عروض أخرى موسيقية وكذلك ورشات متنوعة تكوينية لفائدة شباب وشابات المدينة. مازال مستمر معنا يعني هذا البرنامج هذا إلى نهاية الشهر الكريم إن شاء الله.
الله غادي نتلاقاو مع غدا ان شاء الله مع عرض فرقه تيف السيوين، وهو من احسن احد احسن العروض الوطنيه التي انتجت في المسرح الامازيغي، وهو عرض شطره، بالاضافه كذلك الى مسرحيات اخرى لا زالت قادمه ان شاء الله. فبالتالي يطول شرح هذا البرنامج هذا المتميز للمركز الثقافي الايت ملول كما جرت العاده، وكذلك كان هناك استمرار للمكتبه الوسائطيه اللي كتستقبل يوميا عدد كبير من الرواد ديالها، سواء من الاطفال والشباب وكذلك يعني فئه الباحثين وفئه الكبار. هذا يندرج ضمن الرؤيه اللي سطرها المركز الثقافي الايت ملول دائما من اجل ولوج الثقافه ومن اجل يعني نشر السلم الاجتماعي من خلال الثقافه وديمقراطيه الثقافه. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.